قناة الأستاذ نفوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية، كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. سيد محمد الفران مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، السيد عمر الطنيجي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الرباط، السادة الوزراء، ضيوفنا الكرام، حضرات السيدات والسادة، أيها الحضور الكرام، مرحبا بكم في ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي. مرحبا بكم في الرباط، عاصمة الأنوار وعاصمة الثقافة الإفريقية. مرحبا بكم في سحر الرباط وبين أهاليها، وكما جاء في كتاب الاغتباط بتراجم أعلام الرباط: وما سمي الرباط إلا لربطه قلوب ذوي الآداب بعضا على بعض. فمرحبا بكم على هذه الأرض، وهذا الذي تسمعون ليس صوتي ولكنه صوت قلبي الذي يحبكم فيزيد نبضا على نبضي. حضرات السيدات والسادة، مرحبا بكم في ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي يقام برعاية من سمو حاكم الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وهو ملتقى يسلط الضوء على المثقفين العرب الذين أسهموا في خدمة الثقافة العربية في العصر الحديث من خلال برنامج تكريمي تشرف عليه دائرة الثقافة في حكومة الشارقة. هذه الدائرة التي تجمعها شراكة ثقافية راسخة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل. واليوم يا سادتي، اليوم يوم تكريم وعيد. حضرات السيدات والسادة، نبقى مع كلمة السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، يلقيها السيد عبد الإله عفيفي الكاتب العام للوزارة، فليتفضل. والصلاة والسلام على خير أسفياء المرسلين المصطفى الكريم. سعادة أستاذ عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في حكومة الشارقة، السيد مدير المكتبة الوطنية، السيد مدير الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة بالشارقة، السيد الوزير، أصحاب السعادة، ضيوفنا الأعزاء، حضرات السيدات والسادة، كل باسمه وصفته، يطيب لي أن أشارك معكم اليوم نيابة عن السيد محمد المهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل في ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي تنظمه دائرة الثقافة بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ويسرني أن أرحب بكم جميعا في هذا الحفل البهيج الذي نسعد باستضافته بعاصمة المملكة المغربية الرباط، التي تتجسد على أرضها قيم المحبة، قيم المحبة والإخاء، تتجلى فيها أسماء صور ومعاني التسامح والتعايش، وتحتضن مشاريعا وأوراشا تنموية كبرى من الجيل الجديد أنجزت أو يتواصل إنجازها تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة
الملك محمد السادس نصره الله وأيده. ولعلها لحظة متميزة نلتقي فيها جميعا للاحتفاء بالثقافة المغربية من خلال تكريم رمزين من رموز الثقافة المغربية كتتويج لشراكة فاعلة خلاقة ومتواصلة ما بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ودائرة الثقافة في حكومة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ويسرني بالمناسبة أن أهنئ المتوجين بهذه الجائزة وأتمنى لهما موفور الصحة ومزيدا من التألق الأدبي والفكري. حضرات السيدات والسادة، وإننا إذ نشهد تواصل فصول هذه الجائزة التي بلغت دورتها العاشرة، فإنه لا يسعنا إلا أن ننوه بهذه المبادرة الكريمة التي أبدعها سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، والتي كرست اهتمامها للاحتفاء بالمفكرين والمبدعين وتثمين إنجازاتهم المرموقة وإسهاماتهم الزافرة في بناء صرح ثقافة عربية معاصرة. لأجل ذلك فإننا في وزارة الشباب والثقافة والتواصل لن ندخر أي جهد للانخراط في مثل هذه المبادرات التي تسعى إلى إشاعة قيم التعاون والتعايش بين مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية ودعم جهود العمل الثقافي العربي المشترك، مؤكدا لكم أن شراكتنا المثمرة والراقية مع حكومة الشارقة لن تتوقف عن إبداع لحظات ثقافية نوعية وترسيخ تقاليد ثقافية منتظمة. ختاما أود تجديد عبارات الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة للشارقة على هذه المبادرة الكريمة، وتحية ود ومحبة لكل الحاضرين معنا، مع أصدق مشاعر الاعتبار لمدير المكتب الوطني للمملكة المغربية ولنساء ورجال الإعلام ولكل من ساهم في إعداد وتنظيم هذا الحفل البهيج. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن نبقى مع شخصية ثقافية عربية مرموقة لا تزال تحلق عاليا في أرجاء الوطن العربي وسماواته لتحقق مبادرات الشارقة، وهي تسهر على إخراجها ونجاحها. الكلمة للسيد عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في حكومة الشارقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تتجدد اللقاءات الثقافية وتتعزز أواصر العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية في ظل قيادة رشيدة تؤمن بأهمية التكامل العربي في مختلف المجالات. فها نحن اليوم نلتقي مجدداً في مناسبة ثقافية سامية تتمثل في ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته العاشرة الذي ينعقد اليوم للمرة الثانية في المملكة المغربية الشقيقة. وإنه لمن دواعي السرور أن تتعدد المناسبات الثقافية بين دائرة الثقافة بالشارقة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب لتمثل نموذجاً للتعاون الثقافي العربي الذي نتج عنه العديد من الأنشطة الثقافية المتنوعة. معتزين بهذا التعاون مقدمين جزيل الشكر والتقدير إلى معالي محمد المهدي بن سعيد وإلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل على ما بذله فريق العمل من أجل تنظيم هذه الدورة الجديدة من الملتقى، لنشهد حفل تكريم كل من الأستاذ عبد السلام بن عبد العالي والأستاذ محمد عز الدين التازي تقديراً لعطائهما وجهودهما في خدمة الثقافة العربية. وأتشرف في هذا المقام بأن أنقل لهما تهنئة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة على هذا التكريم، كما وأتشرف بأن أنقل إليكم جميعاً تحيات سموه وتمنياته لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التكريم ترسيخ لثقافة الاعتراف، هو نوع رفيع من التقدير الاجتماعي. التكريم ليس مجرد احتفاء وسخاء، بل هو لحظة تدعونا لمراجعة كتابات وإبداعات الشخصية المكرمة والتأمل فيها من جديد. من هنا اشتق الاعتراف من المعرفة أيضاً. التكريم الآن والاعتراف بفيلسوف الاختلاف الكاتب والمفكر المغربي عبد السلام بن عبد العالي. أدعو إلى المنصة الكاتب والمترجم المغربي محمد أيت حنا لتقديم شهادة في حق المكرم، فله الكلمات. مساء الخير جميعا، سعيد جدا بالتواجد بين هذه الوجوه الكريمة، وسعيد كثيرا بأن أشارك في هذا التكريم وأن يكون المكرم أستاذي وأن يكون تكريمه على يد إمارة الشارقة التي مشهود لها بكثرة الأيادي البيضاء في هذا المجال. كلمة في تكريم الأستاذ بن عبد العالي. لا أخفي كم إحراجي حين طلب مني أن أكتب كلمة في تكريم الأستاذ عبد السلام بن عبد العالي. إحراج الإحساس بالضآلة إزاء مهمة تناط بك تسعدك وتشعرك بالفخر، لكنك تدرك أنك يستحيل أن توفيها حقها. وإن كان لي ما أستنجد به في هذه المهمة فهو الصورة الروائية التي خطرت ببالي فجأة وأنا أفكر في هذه الورقة،
صورة الفتى الصياد في رواية الشيخ والبحر حين رأى معلمه الشيخ قافلا فدعاه إلى قدح شراب، وقبل الشيخ دعوة تلميذه بكل ما فيها من تكرم ورفعة للصبي قائلا: إنها حفاوة الصياد بالصياد، حفاوة أن تشعر بنفسك مكرما إذ تساهم في تكريم أستاذك. لتكن هذه الكلمة إذن حفاوة لأستاذي عبد السلام بن عبد العالي، لكنني أريدها أن تتجاوز ذاتيتي الضيقة لتكون حفاوة عامة، حفاوتنا جميعا، حفاوة الثقافة المغربية والعربية والجامعة ودارسي الفلسفة والمترجمين والكتاب برجل يترك عظيم الأثر حيثما وضع يده. حفاوتنا جميعا، بل حفاواتنا، حفاوتنا بالأستاذ، حفاوتنا بالمفكر، حفاوتنا بالمترجم، حفاوتنا بالفيلسوف، حفاوتنا بالإنسان. مفكرا، أتذكر نقاشا جمعني بالأستاذ عبد السلام بن عبد العالي ذات مرة حول مقال كتبته صحفية مصرية عن العلاقة بين كتاباته وكتابات فالتر بنيامين. ناقشنا مطولا لماذا هذا الهوس بإيجاد التشابهات وإرجاء التعدد إلى الواحد والبحث عن أصل وجدر. فكرت يومها في أن أكتب مقالا عنوانه: هل قرأ بن عبد العالي بنيامين؟ ما زال المقال ينتظر، وما زال التفكير في العلاقة بين الرجلين تعاودني بين حين وآخر، وتعاودني وأنا أفكر في العبارة التي قالتها حنا أرنت توصيفا لبنيامين: لم يكن قادرا على السباحة مع التيار ولا ضده. فتأتيني صورة عبد السلام بن عبد العالي قادرا على السباحة مع التيار وضده. لا تعني هذه القدرة غياب الموقف أو الاتجاه، لكن عدم الركون لليقينيات، قدرة حية على الشك وإعادة التفكير وابتكار الذات ابتكارا لا يتوقف أو ينتهي. التفكير والفلسفة بوصفهما مشروعا مفتوحا، لكن ضمن برنامج من فكت ملامحه تتضح على مستوى الشكل والأسلوب والموضوعات. شكلا، من فك الأستاذ عبد السلام بن عبد العالي يمارس نوعا من الكتابة التي كانت حتى وقت قريب تصنف في خانة الكتابة الوقحة، كتابة لا تلقي بالا إلى ثقل المعارف المتعارف عليها أكاديميا. ذلك أن مفكرا بدأ مسيرته الأكاديمية برسالة تتقصى أصول الميتافيزيقا الغربية المعاصرة، واقفة على ما يعتمدها من فراغ وما يتحرك فيها من تعدد واختلاف، لا بد أن يجترح لنفسه نمطا أسلوبيا يساير مسار التفكير القلق الذي اطلع به منذ بدايته. لقد تعلمنا مع ابن عبد العالي ومنذ أعماله الأولى أن الأمر لا يتعلق في الفلسفة برصف أفكار ومواقف وشرح نصوص وتعليق عليها، بقدر ما يتعلق بتحريك النصوص والمتون لكي تفصح عما لا تدركه هي نفسها. فكان تفكيره أولا تفكيرا على نحو مغاير، وممارسته الأسلوبية ممارسة الجرح الذي يطال أنطولوجيا كل مناحي الوجود، لا مناص من أن يعبر عن نفسه أسلوبيا بكتابة قلقة، كتابة لا يهمها أن توضح وتشرح وتفسر وتعلق، بقدر ما يهمها أن تكون ممارسة منتجة، أن تكون جزءا من فعل التفكير نفسه لا مجرد شكل مضاف إلى المضمون وبالإمكان الاستعادة عنه بشكل غير. على مستوى المضمون كذلك عرفنا مع ابن عبد العالي مقاربة الفلسفة من زاويتين مغايرتين. تعلمنا أولا بخصوص تاريخ الفلسفة، ذاك الشرط الأزلي الذي يعتبره كثير من الفلاسفة قدر الفلسفة الذي لا مناص لها منه. قلت تعلمنا معه أن الكتابة عن الفلسفة هي ممارسة تسعى بحسب تعبير دولوز إلى خلق الشبيه، ذاك أن في تاريخ الفلسفة يكاد يكون كل شيء قد قيل، وما اللعبة الآن إلا عملية إعادة قول ما قيل بطريقة أكثر أصالة. قوله على نحو مغاير، لذلك كلما صادفنا فيلسوفا في مثل الأستاذ بن عبد العالي إلا ورأيناه متجددا ومتغيرا. كذلك تعلمنا أن الفلسفة لا ينبغي أن تهتم فقط بتلك المواضيع التقليدية الثقيلة التي درجنا على تعلمها ودراستها في الجامعات. إن البوب فلسفة التي أنتج فيها الأستاذ بن عبد العالي أكثر ما أنتج عربيا تمكننا من طرق موضوعات لم نكن نشك يوما أنها قد تخرج من دوائر الكتابة الصحفية أو الأحاديث اليومية إلى التأمل الفلسفي. كتابات ابن عبد العالي بالنسبة إلينا
مصالحة مع تاريخ الفلسفة إذ يغدو هذا التاريخ منتجا، ومصالحة مع يومينا إذ يغدو قابلا لأن يفكر فيه فلسفيا. مترجما ضدا على الفكر الضيق الذي يتعسف في الفصل بين الترجمة والفكر والفلسفة والكتابة، التفكير الذي يبخس من حق الترجمة باعتبارها ممارسة ثانوية قياسا إلى الكتابة التي تنتج نصا أصيلا أصليا، التفكير الذي ظل ينادي بابتداع فلسفة عربية أصيلة، بين لنا عبد السلام بن عبد العالي كل ما تنطوي عليه الترجمة من طاقة تأويلية وتفكيرية، جعلنا نتعرف على الترجمة لا كممارسة تابعة للفلسفة أو منافسة لها، إن الترجمة هي نفسها فلسفة أو هي نفسها الفلسفة. أن تترجم معناه أن تتفلسف، أن تدفع بالنص إلى حدوده القصوى كي يكشف عن إمكاناته التي لا يستطيع أن يحوزها حتى في لغته الأصل، وذلك ما تشهد به ممارسته الترجمية اختيارا وإنجازا وتفكيرا. فالأستاذ بن عبد العالي لم ينجرف يوما إلى حمى ترجمة المجلدات والمصنفات والكتب الكاملة، تلك الحمى التي تتغذى على آراء ترجمية انفكت تترسخ في عالمنا العربي، كالقول إن الترجمة لا بد أن تتم عن اللغة الأصل لا عن لغة وسيطة، وأن الترجمة ينبغي أن تهتم بالمتون كاملة لا مختصرة أو مختارة، والأخطر منها القول بأن حضور الأصل يرفع النسخة، أي لا حاجة لنا إلى الترجمة إن كنا نستطيع قراءة الأصل في لغته. كل تلك الآراء الشائعة عمل الأستاذ بن عبد العالي على تفكيكها وإبراز حدودها، إن على مستوى ممارسته الترجمية أو المقالات التي ما زال يكتبها بخصوص الترجمة. أختم هذه الشهادة الوجيزة في حق أستاذنا بن عبد العالي بأن أقول إن ما ميز الأستاذ بن عبد العالي لدينا كجيل فلسفي لاحق هو أننا لم نعتبره قط منتميا إلى جيل سابق، إن كتاباته ليست كتابة جيل بقدر ما هي كتابة حساسية، لذا استطاع أن يعبر الأجيال وأن يسبقنا نحن أنفسنا بخطوة، ولعل تلك إحدى ميزات الكتابة الفلسفية الأعمق، أنها كتابة لا زمنية، كتابة تتجاوز شرط زمنها بفرط ما تضرب جذورها عميقا في أرض اليوم. وشكرا. الكلمة الآن للمكرم على ما أبدع وقدم وما ألف وترجم وما درس وعلم، تكلم سيدي تكلم. الكلمة لأستاذنا سي عبد السلام بن عبد العالي. يمكن أن يعتبر اجتماعيا نوعا من أنواع الاعتراف، ولكن في الوضع الذي تعيشه الثقافة في المجتمعات المعاصرة حيث تعمل افتراضا أكثر مما تعمل واقعا، وحيث توجد مختبئة وراء القنوات، وراء شبكات القنوات الوسائطية مجهولة الاسم، يتخذ التكريم في هذه الحالة أهمية أخرى ربما أكثر أهمية من سابقتها، لأنه يغدو وسيلة لإعطاء أسماء لتلك الثقافة مجهولة الاسم، ولإبراز أن وراءها أسماء فاعلة من حين لآخر.
لذلك أشكر بصفة خاصة دائرة الثقافة في حكومة الشارقة لأنها اقترحت اسمي من بين هذه الأسماء التي تعمل في قطاع ولو صغير في ناحية من النواحي في الثقافة المعاصرة. وشكرا من جديد وشكرا لكم على مقاسمة هذا الاحتفاء بكل باسمه الشخصي. ونبقى اللحظة مع تكريم أحد رواد الرواية العربية والمغربية الجديدة من خلال أعماله الروائية والقصصية والنقدية الخالدة التي جاوزت 70 كتابا. قبل أيام كنت جالسا إليه رفقة الناقد المغربي الكبير نجيب العوفي، وحاولنا إحصاء عدد مؤلفات مكرمنا الأستاذ والروائي محمد عز الدين التازي، فوجدت أن عدد كتبه يتجاوز سنوات عمره، ولذلك سيظل سي عز الدين التازي شابا دائما لا يمكن أن يصل إلى عمر كتبه. الكلمة سيداتي سادتي، الكلمة للكاتب والناقد المغربي نجيب العوفي لتقديم شهادة في حق المحتفى به. السادة والسيدات الأفاضل، مساء الخير ومرحبا مجددا. تحية امتنان وعرفان موصولة وواجبة لملتقى الشارقة للتكريم الثقافي على تجديد وتوطيد العروة الثقافية الوثقى بين المحيط والخليج من خلال مغربة التكريم في هذه الدورة العاشرة، بتكريم كاتبين وازنين ومتميزين وهما الكاتب والمفكر عبد السلام بن عبد العليم، والروائي والقاص الكاتب المبدع محمد عز الدين التازي. هذه كلمة شهادة في حق مبدعنا محمد عز الدين التازي، اسم من عيار ثقيل وعريق لكاتب ماراثوني النفس والقلم نيفت تآليفه الأدبية على 50، وهو رقم قياسي لم يشترعه فيما أزعم سوى قلة قليلة من الكتاب المغاربة. أستحضر منهم عبد الكريم غلاب ومبارك ربيع وأحمد المديني. وهذا الكم الزاهر من العطاء الأدبي ممهور بجودة أدبية ولغوية وبنائية راقية في الكتابة، فهو إذن كم معرض بالكيف بتجويد وتجديد الكتاب. ونادرا ما تستقيم هذه المعادلة الصعبة الحارون لدى الكتاب والمبدعين. هذا ميسم أول لهذا الكاتب الوازن المتميز
العابر للأجيال والمبحر في أرخبيل الكتابة والإبداع منذ أكثر من 6 عقود سمان، لا يعتريه كلام ولا ينضب له معين. الميسم الثاني أنه مبحر في أكثر من جزيرة أدبية في هذا الأرخبيل الفسيح، قاصاً وروائياً وناقداً باحثاً وكاتباً لأدب الطفولة، وهو الطفل الدائم الساكن في عمقه وطويته، وسهمه نافذ دوماً في كل هذه المدارات الأدبية التي انتجها. ومثل هذا الكم الوفير النمير من الإنتاج الأدبي عطفاً دليل على أن الكتابة هي الشغل الشاغل للتازي وهمه الجميل الذي يلازمه آلاء الليل وأطراف النهار، وكأن الرجل ناسك في محراب الكتابة. يقول في أحد حواراته: أتنفس الهواء أثناء الكتابة وأعيش الحياة وأشعر بالضياع في اليوم الذي لا أكتب فيه، ما يجعلني أكتب كل يوم. والكتابة بالنسبة إلي ليست مجرد تعبير عن قضية ما، بل هي جمالية الحياة التي تجعل من الأدب أدبا. هكذا تغدو الكتابة عند التازي قسيما للحياة، أو بالأحرى حياة في الحياة، حياة مضاعفة. إنه على غرار شيخه وخله غابرييل غارسيا ماركيز يحيا ليكتب ويسرد، ويكتب ويسرد ليحيا. فيفير بارا كونتارلا، هو كتاب غارسيا ماركيز. وقد اختار التازي وهو سليل الحداثة وغذيها الكتابة في أخطر وأشهر شكلين أدبيين حداثيين، وهما القصة القصيرة والرواية، من حيث كان الشعر يطرز لغته واستعاراته. اختار القصة القصيرة باعتبارها كبسولة العصر الإبداعية النووية إلى مزدوجتين، والشكل المطابق للهوامش الاجتماعية المشتتة والمتوترة والمنعزلة حسب فرانك أوكونور وعبد الله العروي. واختار الرواية باعتبارها ملحمة العصر والأزمنة الحديثة حسب هيجل ولوكاتش، ولأنها توسع فسحة الكتابة والبوح والغوص فيما سطرته القصة القصيرة إيماءً وتلميحاً. وقد بدأ التازي مساره الأدبي قاصاً نابهاً قبل أن يدير الدفة صوب الرواية، بعد أن امتلأ الخزان وطفح كيل الوقت. وأذكر أن أول قصة طلع بها على الناس كانت بعنوان تموء كالقطط سنة 1966 بالملحق الثقافي لجريدة الأنباء، وكانت هذه القصة بمثابة القطر الذي يسبق الغيث، حيث تهاطلت نصوصه القصصية على الملاحق الثقافية لكبريات الجرائد والمجلات المغربية والعربية. فهو إذن كاتب مخضرم وعابر للحدود والأجيال، متحدر من ضفاف الستينيات من القرن الماضي، ومحسوب تحقيبيا بيريوديزاسيون على جيل السبعينيات الذي أشرف بالانتماء إليه. وللأمانة التاريخية أقول إن التازي كان من أسبق القاصين المغاربة
والعرب إلى قرع جرس الحداثة القصصية وتجديد دماء القصة القصيرة المغربية. ومجموعته القصصية الأولى الرائدة أوصال الشجر المقطوعة الصادرة سنة 1975 شاهدة على ذلك، علما بأن الطفرات والقطائع الأدبية ليست من توقيع فرد بذاته، ولكن من توقيع جيل أو مرحلة برمتها. والاستثناء الوارد هنا أن من فاتك بليلة فاتك بحيلة. والإبداع الأدبي كما هو معلوم حيل وابتداع وابتكار وصناعة، وفق عبارة ابن سلام الجمحي. ولأن الرواية مرآة تجوب الشوارع كما قال ستاندال، فقد جعلها التازي مطلا مركزيا بانوراميا لهمومه الفكرية والوجودية والإبداعية، جعلها مرآة تجوب شوارع الحياة والذات ومدائن الأعماق. فكان عبر رواياته صدى السنين الحاكي، كانت رواياته تراجيع إبداعية جميلة وشجية للسنين الحوافل التي عاشها وسبر أغوارها وأسرارها وفتوحاتها وانكساراتها. وما أكثر وأشرس الانكسارات التي توالت على المشهد العربي بعد أن دخل مكر التاريخ على الخط وقلب المشهد رأسا على عقب. تلك هي مزرعة الألغام الروائية التي جاب عبرها التازي وأضرابه من الروائيين المغاربة والعرب بعامة. وجدير بالتنويه أن التازي لمع وطلع أدبيا في مرحلة ساخنة كان الالتزام والواقعية من عناوينها الرئيسة. وكان التازي بدهيا منحازا لقيم جيله التنويرية والحداثية، لكن التازي كان منحازا أدبيا وإبداعيا في المقابل لجمالية الحداثة وشعريتها الاختراقية. فلم يكن سواء في قصصه أو رواياته حكاء واقعيا فظا عالي الصوت، بل كان فنانا رهيف الحس واللغة. شغله الشاغل الكتابة في أعلى درجات توهجها وبهجتها. ومن ثم حين نقرأ التازي قصصيا وروائيا نقرأ من جهة واقعنا وحمأنا المسنون منشورا فوق السطور وخلف السطور، كما نقرأ من جهة ثانية وأساسية متعة الكتابة ومباهجها حسب تعبير رولان بارت. هل تراني أجزلت المديح المريح لمحمد عز الدين التازي؟ ما أظن بتاتا أن هذه الملحوظة واردة في حضرة كاتب كبير من عيار محمد عز الدين التازي سليل فاس زهرة الآس. زهرة الآس ثلاثية روائية للكاتب الذي صرف زهرة عمره في خدمة الأدب المغربي والعربي في أزمنة عربية وعالمية كالحة جائحة لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. ولصديق التاريخ أقول كانت الكتابة باستمرار رفيقتك الأثيرة الأميرة في الحياة. هذه الكتابة بالتحديد هي التي ستمنح اسمك عشبة الخلود المنشود. ذلك هو مجد الكتابة
والكتاب مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها لك العمر كله. السلام عليكم. والكلمة الآن لمهندس الرواية المغربية والعربية، الكلمة للكاتب العابر للأجيال، الكلمة لسيد الخيال والجمال والمجاز، الكلمة للسيد محمد عز الدين تازي. السلام عليكم ورحمة الله. أحب في بداية هذا المحفل الجميل أن أقوم بالواجب أن أشكر سمو الأمير السلطان القاسمي على هذه المبادرة الطيبة، وأطلب من أخينا وصديقنا سي عبد الله العويس مدير دائرة الثقافة أن يرفع لسموه عبارات التقدير والاحترام على ما يوليه للثقافة العربية عامة وللمثقفين العرب والمبدعين والفنانين خاصة حفظه الله. أما فيما يتعلق بتجربتي في الكتابة وبهذا التكريم، فأنا أستعيد أمامكم في هذه اللحظة الصعبة التي أشعر فيها بشيء من التوتر والقلق، أستعيد هذه 50 عاما التي قضيتها في الكتابة وبصفة مداومة دون انقطاع، رغم أوضاعي الصحية، رغم المصائب التي ابتليت بها، رغم القهر الذي عشته في بعض الظروف، قهر اجتماعي وسياسي، ورغم الأمراض. أتذكر أن هذه السنوات كانت على مستوى حياتي الشخصية عنيفة وقاسية، وأن اليوم أتحمل كل آثارها. أما على مستوى الوطن والعالم العربي والعالم، فقد عشنا ورأينا الكثير من الأحداث التي هزت كياننا ودمرتنا، رأينا الحروب ورأينا غياب الديمقراطية وغياب كل حس وطني لدى من كانوا يحسبون وطنيين، رأينا الهزائم بكل أنواعها. كل ذلك يجعلنا ونحن نواجه الكتابة باللغة والتخييل نحاول أن نتملك هذا الواقع في صوره المتعددة والمتباينة، وأن نشكله في قالب إبداعي تخيلي وجمالي. فقد كان الوعي الاجتماعي والسياسي يشغلان كل أفكاري، وكنت متابعا دقيقا للأحداث، كما كنت أحاول دائما ألا أقع في فخ الواقعية الفجة وفي التسطيح وفي الكتابة المناسباتية، بل كنت دائما أسعى إلى البحث عن رؤية جمعية ثقافية اجتماعية سياسية تتأمل الحياة والموت والإنسان والكون.
لا أبالغ إذا قلت إنني كنت أكتب بدموعي وبقلبي وبأحاسيسي أكثر مما كنت أكتب بقلمي. الكتابة أصبحت عشقا رغم قسوة الحياة ومرارة الواقع، فالكتابة أصبحت لدي بديلا لكل هذه الإحباطات التي نعيشها، بل أصبحت مساحة للحرية من خلالها أنفذ إلى فهم الواقع بتجلياته ومظاهره المتعددة، ومن خلالها كذلك أحاول أن أضفي طابع الإبداع وطابع الشكل على هذه الكتابة. يعني الانخراط في الواقع كما أعتقد وتأمله في تمظهراته المتعددة والوعي به لا يتعارض مع بناء الأشكال، لأن هذا هو الرهان الصعب الذي يراهن عليه كل مبدع. يعني كنا دائما نفرق بين الكتابة الصحفية والكتابة التاريخية والكتابة الفلسفية والكتابة الإبداعية، وهنا نطرح سؤالا بسيطا: ما الذي يجعل من الإبداع إبداعا؟ إنه اللغة والتخيل. لذلك حاولت وأنا شاعرا أن أشعرنا الكتابة الروائية، وأتذكر مقالا كتبه صديقي أستاذ شاعر خالد عن شعرية الكتابة في أعمالي الروائية، وهناك بحوث كثيرة سارت في هذا الباب. أيضا فقد تعاملت مع التاريخ وتاريخ فاس على الخصوص في العديد من الروايات التي حاولت أن أجلي فيها الحياة الفاسية في أزمنتها وعصورها وتلويناتها وتقاليدها المتباينة. وكنت أقول، أو كما عنونت نصا: فاس مباءة. وهذه العبارة فهمها بعض من يقدسون المدن والأضرحة على أنني أنا أخترق هذا المقدس، والحقيقة أنني لا أقدس المدينة ولا أدنسها، لأن ما يقدسها ويدنسها هم أناسها. أشكركم سادتي، وأنا فرح وفي غاية الفرح في هذه اللحظة لحضوركم وحضور أصدقائي المبدعين وإخواني الذين تقاسموا معي المرحلة الثقافية التي تشكلت فيها ملامح الشعر الحديث في المغرب والرواية الحديثة في المغرب والإبداع في الفن التشكيلي وفي السينما. تاريخ تشكلت فيه هذه الإبداعات بقلق عاشه جيلنا، قلق جمعي مشترك له طبيعته السياسية والثقافية والنفسية والاجتماعية. لكن هذه اللحظة وأنا أرى وجوه أصدقائي وأحبائي يشاركوننا هذا التكريم ويفرحون به معنا، أشعر بأن الحياة ما تزال جميلة، وأننا نستحق أن نحياها ونحياها ونحياها، والشكر لكم. الآن أدعو إلى منصة التكريم السيد عبد الإله عفيفي الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة، والسيد عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في حكومة الشارقة، والسيد محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة.
اوكي. سعدك شيء ادعو الى المنصه الاستاذ والكاتب والمفكر المغربي عبد السلام بن عبد العالي لتسلم شهاده التكريم. أدعو إلى المنصة الكاتب والروائي المغربي والعربي محمد عز الدين التازي. أدعو إلى المنصة السيد عمر نجي القائم بأعمال دولة الإمارات العربية المتحدة في سفارتها بالرباط. وأدعو إلى المنصة السيد محمد الفران مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية. والآن نبقى مع فرقة ابن عربي لتقدم لنا أرقى الكلام في أرقى مقام، لتقدم لنا قمة الإبداع في الإنشاد والسماع. فرقة تمتعنا بروائع الشعر والأدب وتحلق بنا في سماوات العشق الإلهي ومقامات الفن والطرب، وتسكرنا من غيرنا كاس ولا عنب. كلما سمعتهم تلفت قلبي وصاح عجبي، لحظة فني راقية بعد قليل، لحظة ممتعة مع فرقة ابن عربي للموسيقى والصناعي.